بس من كرامة تتكلم أنت عنها؟ إذا عدت صغير ما نعرف، إذا عدت عشت إذا عدت واعي من عند 79 الثمانينات الهي إلى 86، ما كانت خالقة كرامة في المخيم، تعرف أنت عنها، ما كانت خالقة. وسوى هذاك إذا عدت صغير، سوى لهم سوى اللي كانت عدل القيادة، كانت تقبض منات الناس وتجيبهم الجزائر وتخيم بهم أهلهم ما هم عالمين، وكانت تدخل على حد في خيمته ودنس دنس يعني عياله، وكانت تعدل المسائل الخلقية شوينا وكانوا الكهولين تدفوا حياهم، قال لهم بدل يبدل بيك كيدات الاستعمار ضناش طوبة وكانت المرأة ما يتحكم فيها راجلها، والراجل ما يتحكم في المرأة، هي ما تتحكم فيه، وكانت التركة ما يتحكموا فيهم أهلهم، تنظيم هو يتحكم فيهم واسم كرامة كانت خالقة، ما كانت هي خالقة كرامة، كرامة تلقاج وكان الحديد يبول الدم، وكان الخو يخاف من الخو، والأخت تخاف من الأخت وكل هاي يخاف من الثاني، خايف يدخل القار، وكانت القيادة يدخل عليك في خيمته هناك تستعد ذو ويظل مقعد مع يعدهم طفلة ولا امرأة صالحة يتجي معها والله يجيبها من الجزائر والله من ليبيا، كيف عدلت عيب لهم لو بغيت نسميها القيادة اللي عدلتها، هاي هي الكرامة. سمي لي الشلح ياك شلوحة قازين ومسوخين، سمي لي خيمة تخلع عليها شلح وقال لهم يشد متكم يقصب عنكم، سميها لي.